والله طبعا المباراة طبعا كان أداء المنتخب أداء جيد، لكن طبعا ما نقدرش ناخد إن مباراة النيجر دي مباراة مقياس، لأن فريق النيجر الحقيقة فريق برضه من الفرق اللي هي ما نقدرش نقول إن احنا يعني ده مقياس إن احنا نقيس مستوانا عليها يعني. وإحنا كنا زمان المباريات دي ما كناش حتى يعني بنحط لها أي حساب يعني. لكن الاختبار الحقيقي هيبقى في المباراه الجايه ان شاء الله باذن الله، اللي نقدر نقول فعلا هل في اداء للمدرب الجديد، هل في اداء للعيبه. لكن الحقيقه نرجو ان شاء الله الاداء يكون ان شاء الله في صعود ان شاء الله باذن الله. مباراه جيده يعني، لكن طبعا احنا بنلعب فريق ضعيف جدا، ترتيبه على ما اذكر كان 119 على مستوى العالم، لكن يعني الاداء لا باس يعني، لا بس مدرب يبدو عليه الجدية يعني. أنا الحقيقة من بفضل المدربين الوطنيين يعني واحد يكون مثلا مثال زي الجوهري، راجل شخصية قوية. الأداء كان جيد يعني بالنسبة لنا، دي أول مباراة للمدير الفني الجديد، فهو بيحاول يدخل عناصر جديدة للفرقة واضح يعني، بس كأول مباراة لي الأداء كان جيد. أما بالنسبة للمباراة الجاية اعتقد انه هو خصم سهل يعني، مش صعب وماتش ودي، وممكن النتيجه تكون 3-4-0 او حاجه مثلا. هو طبعا في تحسن في الاداء وفي مستوى كان كويس في الماتش اللي فات، في تجانس، نتمنى الاستمراريه خلال الماتش الجاي بتاع ليبيريا، ويحققوا تجانس اكتر وتفاهم اكتر، ويكون مستوى الفريق مشرف لمستوى البلد يعني. والله يعني مباراة النيجر دي يعني احنا عشان نقيم اداء منتخب مصر الحقيقي، انا من رأيي الشخصي ان احنا لازم نلعب فرق قوية على مستوى القاري او العالمي، مثلا زي الكاميرون او الجزائر او سنغال على سبيل المثال، عشان ده اللي هيقيم الاداء الحقيقي لمنتخب مصر. فاحنا يعني احنا توقعاتنا ان احنا الماتش جاي امام ليبيريا يعني بناء على مكسب ماتش النيجر، ان احنا هم ان شاء الله ده مديهم حافز اكتر ان شاء الله في الماتش الجاي ان هم يقدروا يكسبوا ان شاء الله. وبالنسبه للمباراه اللي فاتت، هو برضو احنا كده لسه تحت مرحله التجريب، وبرضو المباراه اللي جايه هتبقى مرحله تجريب. انا شايف ان الاداء يعني انا مش شايفه الاداء اللي انا اتمنى ان احنا نوصل ليه، ما ارتقاش للمستوى اللي انا بتوقعه يعني. اتمنى ان يكون المباراه الجايه كده يراعي بعض الملاحظات اللي هي ليها علاقه بالمباراه اللي فاتت، ويحاول يتجنبها ويحاول يقدم الافضل. اما بالنسبه للمدرب بشكل عام يعني، مع تقديري ليه وكونه مدرب اجنبي وكده، انا بعتقد ان الاعتقاد شخصي يعني ان المنتخبات القوميه لابد ان هي تبقى قوميه من كل حاجه. احنا شفنا اراء مختلفه، كان لقاءات راندم جدا لبعض الناس اللي قلنا توقعاتكم ايه، تقدروا دلوقتي تقيموا الاداء لحد دلوقتي ازاي. الناس كلها تقريبا اجمعت على ان الموضوع صعب قوي ان انا يعني اقيمه دلوقتي، لسه بدري جدا، خصوصا ان المباراه القادمه يعني هي مباراه سهله جدا، او الخصم يعني سهل جدا، مش منطقي ان انا اقيم اداء فيتوريا او اقيم اداء المنتخب على اساسه. ولكن المؤشرات الناس اجمعت على ده ان المؤشرات يا كريم لحد دلوقتي جيده. يعني انت متفائل، في فرق بين لما انا ابدا موسم بتفاؤل، وفي لما ابدا موسم عندي علامات استفهام او عندي تخوفات من امور معينه ربما كانت في السابق موجوده. فده اراء. تعالوا بقى نشوف جزء تاني من الاراء في التويتس اللي اتبعتت. خلينا نبدا بقى يا كريم. جزء كبير من اللي انت بتقوليه متحقق بالكامل في تعليق من ابو العباس المهدي، بيكلم في نفس التفصيله، بيقول لك مباريات مستواها ضعيف مش مقياس لاي شيء سواء لمدرب او للعيبه، اتمنى تكون مواجهات مع فرق أقوى من كده عشان نعرف مستوانا الحقيقي بدل ما ننخدع بالفوز على فرق ضعيفة. زياد حمدي بيقول هو مدرب كويس بس لسه بدري، ما نحكمش من دلوقتي، ده لسه أول ماتش، لازم ياخد له 10-11 ماتش عشان نقدر نحكم عليه، بس في لمحات باين إن شاء الله إنه خير. طب انا الترتيب عندي غيرك خالص. مش عارفه. محمد عماد لسه بدري على التقييم والمنتخب، وبيتوقع 3-1. والسيد رجب بيقول بغض النظر عن ان لسه بدري عن التقييم، وده حقيقي، بس في لمحات كويسه زي ما كنا بنقول اهو، زي شغل الركنيات والبيلد اب، وان شخصيه قويه على الخط، واتمنى يقدم اللي منتظرينه منه في الفترات اللي جايه. عمر تامر بيقول في تطوير وتحسن على مستوى الهجوم، الله ينور.
محمد جمعه لسه بدري عشان نحكم برضو، ده كلام مظبوط. احنا بنلاعب فرق مع كل الاحترام بعيد قوي عن تقييمنا وتصنيفنا الدولي، مع ذلك كل الدعم. على فكره ما هي في نقطه هنا كريم، فكره ان برضو احنا بنلعب مع منتخبات ضعيفه، دي كبدايه ذكاء من فيتوريا. كناش امبارح بنقول كده، يعني ده ذكاء من فيتوريا ان انا ابدا بمباريات ما تقيمنيش كمدير فني، وفي نفس الوقت ما تحطش بريشر على اللعيبه وعلى المنتخب. انا لسه بفهم، لسه بتالف، لسه بتجانس. فهي دي او ده كان من الذكاء جدا. اللي جاي اكيد هيكون في تقييم اكبر، بس ده مش غلط على فكره اللي فيتوريا بيعمله سو فار يعني. طيب مصطفى محمد بيقول بالنسبه لان دي اول مباراه ليه فده اداء جيد، واتوقع فوز مصر 4-0. ما هو ممكن على فكره اكتر من 4 برضه، هو مش هتبقى مباراه يعني فيها تنافسيه قوي. عبده بن صالح ماتش كويس لكن مش مقياس برضه ابدا. مدرب برضه لكن مدرب خافير الجيري كسب النايجر 6 وبعد كده ودانا في داهيه. ودانا في داهيه في الامم. ماشي، ما علينا، بقيه التويت عندكم بقى حضراتكم. المهاجم عبده سمير زهران بيقول صباح الخير، ماتش كويس وهو مدرب جيد، واتوقع فوز مصر ان شاء الله 2-1. تحياتي من العياط، اهلاوي وافتخر. مصطفى كرم نفس الكلام تقريبا، ما نقدرش نحكم عليه من مباراه واحده. احنا شعب اصلا لما المنتخب بيكسب المدرب هيبقى حلو، اما المنتخب بيخسر المنتخب وحش. دي حقيقه، ما نقدرش تحكم عليه دلوقتي، بس بدايه مباشره. كلامه منطقي جدا برضو بصراحه. طارق مصطفى صادق بيقول صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهواند. اولا اداء المنتخب في المباراه الماضيه اداء جيد، بس ما ينفعش نحكم على المدير الفني والمنتخب دلوقتي غير لما نلاعب منتخبات كبيره ويلعب كذا مباراه. واتوقع فوز المنتخب على ليبيريا 2-0 باذن الرحمن. هاني فتحي، مباراه كانت متوسطه المستوى، مصر هتكسب 3 والاداء هيكون جيد. يعني خلينا سريعا التويتات لو عايزه تتعرض، بس الوقت للاسف خلص. بس احنا شفنا دلوقتي التوقعات برضو زي ما كنت بقول لحضراتكم، ده كان وعد، هنشوف مين اللي توقعه كان صح. وعلى نهايه بقى كده كل مثلا 4 حلقات سوشيال ميديا نعمل سحب ونشوف مين اللي هيفوز معانا بحاجات رمزيه خاصه طبعا بالنادي الاهلي.